الله داير عامل ايه يا علام؟ تعال انت كوميدي تعال. لا تعال تعال انت. لا 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 سيبولي. انت عارف امبابي جدد بكام؟ لا ما اعرفش. طب هو خد 300 مليون يورو مكافاه ان هو يجدد و100 مليون في السيزون في السنه الواحده 100 مليون يورو. تمام. لو انت مكان امبابي وهتيجي بالفلوس دي مصر هتعمل بيها ايه؟ لا انا مش هاجي مصر بالفلوس دي اصلا. اللي هيجي ليه يعني؟ ايه مصر؟ اعمل ايه في مصر؟ مش هحتاج حاجه بقى خلاص. ليه ما تقعد فين؟ هقعد في باريس. هو قبط صح؟ ده كيش. يعني لو مكانه قبط؟ كيش مش شيك. خالص. اسمع مني. انا اخويا متوفي فاول حاجه اعملها اعمل جمعيه خيريه كبيره ارحمه يا رب في الصعيد باسمه. ده اول حاجه اعملها طبعا افكر فيها. غير كده بقى انا هعيش حياتي بقى فاهم جو فيلا في التجمع. 100 مليون يورو فيلا في التجمع. انت شيل التجمع طبعا. انا عامل بقى مشاريع في شرك وصمصة استثمر فلوس كده يعني. ايه؟ بصراحه انا اول حاجه اعملها هعمل عمره وحج عمره لوالده ووالدته. اكيد زي اي مواطن هيعمل مشروع اتنين تلاته هيأمن مستقبله. ده كله طبيعي. في الرقم مش بيأمن مستقبله. لا يأمن بكتير. الاستثمارات قيمة الفلوس على المدى الطويل مهما كان بتقل، لكن لما يحطها يستثمرها. كل ده أي شخص بيتكلم بعقلانية هيستثمر فعلا فلوس برقم أيا كان صغير أو كبير في استثماراته عشان تأمن بيها مستقبله. هطلع والدي ووالدته وأمه. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليه. اللي هو استثمرها بقى في إيه؟ في المشاريع في البلد وفي دي البلد. لكن ده مبلغ يعني بصراحة هو قدره برضه. بقول لك 300 مليون يورو. يورو يورو مش يورو. امبابي لو ما جابش دوري ابطال السنه اللي جايه الجمهور هيعمل فيه ايه؟ ولا اي حاجه. هو ما جابوش السنه اللي فاتت. صرف اكتر من كده في اكتر من مره وما عادي يعني. الناس دي خلاص تعودت. يعملوا ايه؟ خلاص بقى يعملوا اللي يعملوه بقى. ده ماضي وخد كيش كيشوه. ما هيعمل ايه؟ فاكرك ادوله شيكات وكده وباي باي وروح لحد اصرف في البنك وكده. لا لا اتحايلوا عليا. لو ما جابش الشامبيونز ليج السنه الجايه اكيد ده هيعملوا معاه ايه؟ مش هيعملوا معاه حاجه بس اكيد يعني جمهوره هيقل وكده يعني. ف بقى مش زي الاول. ناخد منه 300 مليون يورو اقول لك هينفخوها. يلا داير عامل ايه يا علام؟ تعال انت كوميدي تعال.